علاش فورماسيون ديال يونسكول هي افضل فورماسيون في تي بي في المغرب وفرنسا؟ اولا المصداقيه والامان، وهذا الشيء بشهاده جميع الطلبه اللي خدمنا معاهم. معنا في لا فورماسيون مستحيل تنصب عليك، ومستحيل يضيعوا فلوسك بلا ما تستفد من داك الشيء اللي وعدناك به. وحنا عندنا شركه والسمعه ديالنا كتمنه، وبالتاكيد كاين الجانب الديني والاخلاقي اللي ما يسمحش لينا نصبوا على الطلبه. ثانيا الخبره والتجربه، حنا الحمد لله عندنا خبره ديال 6 سنوات في المجال ديال التاطير ومساعده الطلبه في التي بي. لحد الان عاوننا اكثر من 1500 طالب وطالبه في الاقسام التحضيريه. الفريق ديالنا فيه اعضاء كانوا بحالكم، حتى هما دازوا من الاقسام التحضيريه وخدموا التي بي ولوزوا فيه امتحان وجابوا فيه مزيان. ثالثا الجديه والوفاء، اهم شيء عندنا هو العون المشتركين معنا، يجيبوا مزيان في التي بي ويجيبوا المدرسه اللي بغاو، وداك الشيء علاش كتلقانا كنديروا المستحيل باش نعاونوهم، وكنسهروا معهم باش نجاوبهم كاملين، وكنصحوا معهم جميع المراحل، وكنوجدوا لهم دورات وفيديوهات جديده. رابعا النتائج الايجابيه والنجاح ديال الطلبه، حنا الحمد لله ما كنهضروش من فراغ وماشي عديدين البارح. الطرق والاسرار اللي كنقترحوا الفورماسيون مجربه وديجا عطات النتائج الايجابيه اللي بغينا، يعني انها طرق جيد فعال. خامسا السخاوه والكرم، احنا في البرنامج ديالنا ما كنكتفيوش غير بداك الشيء اللي اشتركوا فيه الطلبه، وانما كنعطيهم اضافات كثيره مجانيه عباره عن ديفورماسيون ونصائح وتوجيهات باش ينجحوا في السانسي والسيف. ما يغرقكمش العروض المغريه اللي كتشوفوا، حيث واخا الثمن كيبان صغير ولكن مراه ريسك كبير، واحتمال يضيعوا الفلوس واخطر، وان داك العرض يقدر يكون سبب باش تسقط في الكبير. فالافضل انك تاخذ الفورماسيون واخا الثمن زايد شويه، لكن فيها الجوده الامان المصداقيه، وكون بالك مرتاح بلا ما تغامر أو تريسكي.